صرحت وزارة الصحة والسكان المصرية بأن شخصاً قتل وأصيب 35 آخرون في اشتباكات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بمحافظتي القاهرة والغربية، فيما قالت صحيفة المصري اليوم إن قوات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية تمكنت من فض الاشتباكات بين أهالي عين شمس وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بميدان النعام، وطردت أعضاء جماعة الإخوان الذين لاذوا بالفرار بمجرد وصول قوات الأمن إلى المنطقة.